خبر مؤسف عن الفنان المصري أشرف زكي منذ قليل في المستشفى وسط حزن كبير من أسرته. تمنت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم الشفاء لنقيب الممثلين الفنان أشرف زكي زوج الفنانة المصرية روجينا، وذلك بعد إجراءه عملية جراحية خاصة بتركيب دعامتين في القلب خلال الساعات الماضية. وقد عبرت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم عن مشاعرها تجاه نقيب الممثلين أشرف زكي الذي اعتبرته بمثابة الأخ الأكبر بنشرها صورته برفقة زوجته الفنانة روجينا عبر حسابها الشخصي على إنستغرام. كما أثنت دنيا على جهد الفنان أشرف زكي الكبير الذي يبذله للقيام بمهامه كنقيب للممثلين واهتمامه بجميع أعضاء النقابة وشؤونهم، معلقة بالرسالة رقيقة له قائلة: دكتور أشرف زكي الأخ الكبير لينا، كلنا كفنانين ألف سلام عليك وحمد لله على سلامتك من العملية، وربنا يحفظك لبيتك وولدك وزوجتك الجميلة، وكلنا عارفين ان تعبك ده سبب الجهد الكبير اللي بتبذله في النقابة واهتمامك بالصغير قبل الكبير، كلنا مقدرين وربنا يقومك بألف سلامة يا رب. يذكر ان الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية اعلن استقرار الحالة الصحية للفنانة القديرة رجاء الجداوي بعد اصابتها بفيروس كورونا المستجد، موضحا اللي تعبها الحالة النفسية والمعنوية وليس المرض. وجه عدد كبير من الفنانين الدعم لنقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون أشرف زكي عقب إجراءه عملية تركيب دعامة في القلب، معربين عن تمنياتهم له بالشفاء ودوام الصحة. ونشر المخرج مجد الهواري صورة تجمعه بالفنان أشرف زكي وزوجته روجينا عبر تويتر قائلا: ألف سلامة عليك، أنت الوحيد اللي لازم تبقى واقف على رجليك علشان وراك شعب من اللي حواليك وكلهم مسؤولين في عينيك وما لهمش حد بعد ربنا غيرك وبإيدك. كما غرد المؤلف أيمن بهجة قمر عبر حسابه بموقع تويتر قائلا: أشرف زكي حبيبي وأخويا الكبير وظهري، ألف سلامة عليك، مش وقت تعب، ده أكتر وقت كلنا بنحتاج ليك فيه، هترجع أحسن من الأول وهتبقى زي الفل بفضل دعوات حبايبك اللي عمرك ما قصرت معاهم. فيما كتب الفنان المصري حسن الرداد: ألف سلامة عليك يا دكتور أشرف، يا أبو المجدعة، والواجب كل الناس بتدعي لك عشان أنت ما بتسيبش حد، وأول واحد بيكون واقف في الظروف الصعبة والمناسبات السعيدة، ربنا يقومك بألف سلامة يا رب ويتم شفائك على خير. كما كتب الفنان المصري أحمد زاهر: ألف مليون سلامة يا دكتور أشرف، يا أبو الرجولة والجدعانة، يلي عمرك ما سبت حد في محنة إلا وكنت جنبه، ربنا يقومك لينا بالسلامة يا حبيب الكل. أرجو الدعاء لدكتوري وأستاذي أشرف زكي.